مشاهدينا أهلا بيكم. في ظل المشاكل والخلافات الزوجية والأسرية الفترة دي، قامت دار الإفتاء بالإجابة على بعض الأسئلة المهمة اللي في صلب العلاقة الزوجية عشان توضح للطرفين ما لهم وما عليهم. فتعالوا نعرف إيه أهم الأسئلة وإيه الإجابات عليها. بداية ورد سؤال لدار الإفتاء بيقول: هل يجوز للزوج إجبار الزوجة على المعاشرة الزوجية أو ما يسمى الاغتصاب الزوجي؟ سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وقال إن العلاقة الزوجية الأصل فيها إنها قائمة على الحب والود، ولا يجب أن تكون بعنف أو بدون رضا طرف آخر. وعلى ذلك فمصطلح الاغتصاب الزوجي أمر خاطئ، والاغتصاب كلمة منفرة ومستفزة وتحمل العدوانية، وهذا ما لا نرضاه للأسرة المصرية من قريب أو بعيد. أضاف أيضا خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج الفضائية إن إكراه الزوجة على المعاشرة وإجبارها على ذلك مرفوض دينيا، لأن المعاشرة الجنسية أو الحميمية لابد أن تتم بكامل الرضا والتواصل الوجداني. أما أن يأتي رجل ويفترش امرأة بداعي أنه يجب أن تلبي رغباته بناء على أحاديث ضعيفة لأنها زوجته، فهذا أمر محرم شرعا. وتابع أيضا أنه يجب أن يكون هناك رضا واقتناع تام، ومن هنا تتم العلاقة. فلقد قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وإجبار الزوجة على العلاقة بيتنافى مع آداب الإسلام ومحظور في الشريعة الإسلامية. أما عن سؤال هل يجوز للزوج أو الزوجة إفشاء أسرار العلاقة الحميمية، قالت دار الإفتاء إن إفشاء ما يقع بين الرجل وزوجته حال الجماع أو ما يتصل بذلك حرام شرعا. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أجابت أيضا دار الإفتاء عن سؤال هل يجوز للخاطب تقبيل خطيبته، وقالت إن الخطبة مجرد وعد بالزواج، ولا يمكن لأحد من الطرفين فسخه متى شاء، حتى إن الخاطب له أن يسترد الشبكة من خطيبته إذا أراد ذلك، ولو كان الفسخ من جهته لأنها جزء من المهر الذي يستحق بالعقد واستحق كله بالدخول، أي أن الخاطب أو المخطوبة أجنبيان عن بعضهما. وبقدر ما تكون البنت أصون لنفسها وأحرص على عفتها وشرفها وأبعد عن الخضوع والتكسر في كلامها وحديثها، بقدر ما تعلو مكانتها ويعظم قدرها عند من يراها ويسمعها، وتزداد سعادتها في زواجها. ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وعليهما أيضا منع مقدمات الفواحش، بمنع الخلوة وما يتلوها مما حرم الله تعالى، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. أما تقبلها فهو أمر محرم، ولا يجوز لها أن تمكنه من ذلك بل ولا لمسها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. أما عن سؤال حكم ضرب الزوجة للزوج، فقال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه لا يجوز شرعا للمرأة أن تضرب زوجها، فالشرع حض على الرفق ومعالجة الأخطاء، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفق في الأمر كله، فقال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا دانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وأما عن رفع الزوجة صوتها على زوجها، فقال دار الإفتاء إنه لا يجوز للمرأة أن ترفع صوتها على زوجها، وينبغي حل هذه المشكلة بالحكمة واللين والمعروف. يعني دي كانت معظم الأسئلة والإجابات عليها من دار الإفتاء، ونتمنى في النهاية صلاح الأحوال للجميع، ونشكركم جميعا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.